أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة مقتل وإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار على عجلة مدنية شمال تكريت. وفي البصائر، الأسواق تغرق بالمنتجات المستوردة وإهمال رسمي للمنتج المحلي. ونقرأ في المدى: معتقلات بتهم الانتماء لداعش، حاولن قتل أنفسهن وأطفالهن. وفي الجزيرة نت، في 3 صفقات 6 مليارات من الإمارات والبحرين لشراء أسلحة أمريكية. ونطلع في الزمان: تظاهرة جديدة لموظفي الدوائر المنحلة تطالب بإعادتهم إلى الخدمة. جاء في عربي 21: 4 شهداء وإصابة صحفية بجراح في عدوان إسرائيلي على غزة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: غوتيريش يطالب بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته في سوريا. أهلا بكم. كتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندني عن وحدة الإرهاب والفوضى في العراق، قائلا: إنما يتسرب من قادة الحرس الثوري حماة ولاية الفقيه يتماشى تماما مع تصدير مشروع الثورة، كما لو أن الحرس الثوري بكافة قواته وصنوفه انتقل ليكون بعضا من فيلق القدس بإمرة قاسم سليماني، وتلك مهمة ينبغي التوقف عندها كثيرا في قراءة مكثفة لاستعراض ما يخطط له النظام في إطار الحروب بالوكالة عن الطرفين، ربما سوريا والعراق. هنا تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات ومنها الحشد الشعبي تتقدم على مصادر الاطمئنان الأخرى، لأنها تتقبل تماما التمويه بحرب العصابات أو المناوشات بحدود إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا غير موثوقة جهة الإطلاق لعدم تبنيها إعلاميا أو أمنيا، حتى كما حصل في تناقضات أخبار الهجوم على قاعدة التاجي شمال بغداد في العراق أثناء تواجد أعداد من القوات الأمريكية هناك. إيران في هذا التوقيت تضع ميليشياتها على لائحة الخارجين على القانون الدولي وقانون الدولة الوطنية التي تنتمي إليها في تماه مع إرادة الحرس الثوري، وتتجه لعزل تلك الكيانات تماما تصريحا ببدء عملياتها بما عبرت عنه من فعاليات وبيانات حاضرة في تقييم الهجمات الأمريكية على فصائل من الحشد الشعبي طيلة السنوات الماضية في جرد لمكان وزمان تلك الهجمات. من فصول الاندماج الذي نفته حكومة بغداد هو الإعلان عن مناورات بحرية مشتركة بين العراق وإيران في أسلوب اتبعته القيادات الإيرانية والحرس الثوري في إفشاء المعلومات بما تراه يعزز من استراتيجيتها في المنطقة أو في المواجهة مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن موقف حكومة العراق من العلاقة التكاملية المعلنة بين قوات الحشد الشعبي والحرس الثوري، وهي علاقة غير معزولة عن توجهات النظام السياسي في العراق، رغم أنها تسبب الكثير من الاستهانة بأطروحات الاستقلال والسيادة وما يقال عن النأي بالعراق عن المحاور الدولية. الرسالة الأمريكية وصلت بعد تحذيرات من عودة الحياة إلى تنظيم داعش. هذا تنظيم داعش، في وقت استقبل فيه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي البعض من قادة القوة الجوية وسلاح الطائرة من العراقيين مذكرا بتضحية الحرس الثوري في منع تقسيم العراق، وصفا القرار الأمريكي بشأن الحرس الثوري بمثابة انتقام من جهد الحرس في الحرب على إرهاب داعش، حيث يتساءل: هل أصبحت الحرب على تنظيم داعش على أعتاب المرحلة التالية بما هو مطلوب منها في الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق؟ أقرأ في عربي 21: منذ بداية شهر نيسان أبريل الماضي يواصل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري نشر سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر، حيث حدد فيها بعض الآفات الاجتماعية والأخلاقية في العراق، وتحدث كذلك حتى الآن عن أكثر من 16 آفة،
مثل انتشار الطائفية مثلا والصدامة العشائرية والمخدرات وتهديد المرضى للأطباء والغش في المدارس والرشوة واستعمال الشعائر الدينية لكسب المال والتعدي على الآخرين وغيرها الكثير من الآفات. وبعيدا عن التعليق هذا وعن على هذه التغريدات الواضحة في العراق تماما أمام الجميع، يتساءل الكاتب جاسم الشمري الذي يقول: تسبب بهذا الاندثار بهيبة الدولة والقانون في بلاد كانت هي أول من سنت قوانين الأرض. سؤال وجيه: من الذي أوجد هذه الآفات المهلكة في المجتمع بعد العام 2003 رغم سيطرة الأحزاب الدينية على الحكم؟ سؤال يسأله الكاتب. هذه الآفات كانت شاخصة في العراق قبل مرحلة الاحتلال، وهل ما وقع منها كان بهذا الحجم المذهل؟ التصريحات التلميعية أو التغليفية الهادفة لطمس معالم الخراب في العراق فشلت في أداء مهمتها، لأن الآفات صارت ظواهر واضحة في الحياة اليومية، وسنسعى لتشخيص بعضها بعجالة لعلها تكون صرخة في ضمائر المجتمعات والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والعربية والمحلية لإنقاذ العراقيين من هذه الآفات. حقيقة ليس من السهولة تحديد تلك الآفات، لأنها آفات لها أول وليس لها آخر، منها القتل على الهوية والاعتقالات الانتقامية والأمن الهش وعودة الاغتيالات المنظمة واستمرار الظلم القضائي وانتشار الإلحاد واليأس والإحباط وتهريب المواد الغذائية الفاسدة والإهمال الصحي وغيرها المئات من صور الضياع لدور الحكومة والقانون، وبالنتيجة دمار الإنسان والعمران. من أهم الآفات المغلفة ضياع هيبة الحكومة في التعامل السياسي الداخلي والخارجي. يقول الكاتب: الآفة الأخرى هي ضياع آمال شباب العراق، لذلك ارتفعت نسب الانتحار لدى هذه الفئة وهي الأهم والأبرز من بين أبناء الوطن والشعب، بل إن معدلات الانتحار عموما ازدادت بنسب غير متعارف عليها. والآفة الأبرز في المجتمع هي محاولات بعض وسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي تلميع صورة القوى المالكة للمال والسلطة ومحاولة التهوين من هذه من الخراب المستشري، من عظم الخراب المستشري والأكبر في هذه الآفة، فهي استمرار استهداف صغار الموظفين مثلا في كذوبة مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ذات الوقت التغافل عن حيتان الفساد. ومن هنا تشخص أمامنا حقيقة أن العلاجات الترقيعية لا يمكن أن تنهي آفات الفساد. نقرأ في كتابات يقول الكاتب محمد العقيلي في مقال له بموقع كتابات: أتمنى أن يبقى التعليم الذراع الوحيد الذي لا يتلطخ بالفساد. أفسدوا ما تريدون، أفسدوا ما تريدون إفساده إلا التعليم فهو خط أحمر. لكن للأسف جامعاتنا الأهلية تتقصد إفساد أحلام الطلبة وتسلب أموالهم متحصنة بأيادي قذرة تسيطر على الحكم في العراق، إذ إنهم وبمساعدة طمعهم وجشعهم حاولوا تجميع أكبر قدر ممكن من المال على حساب ضياع مستقبل أبنائهم، فلم تكفيهم سرقات خيرات الوطن كلها برمتها حتى استداروا إلى التعليم، فوجدوا ثغرة في شباك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي اضطهدت معدلات الطلبة وأجبرتهم على التوجه إلى التعليم الخاص لتحقيق أحلامهم المسلوبة. فالجامعات الأهلية في العراق هي عمل جانبي اتخذه بعض ساسة العراق، فقاموا السادة بجمع شياطينهم للاتفاق على إنشاء جامعات تحقق لهم التحصيل العلمي الذي يفتقرون إليه. ولذلك نمتلك الآن عشرات إن لم تكن مئات من المسؤولين الذين اشتروا شهاداتهم من جامعات خاصة وهم على مستوى وزراء وأعضاء برلمان، وأيضا تلك الكليات تلبي مطامح جشعهم المالي، خاصة وأن العمل يحقق أرباحا خيالية تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويا. فتكلفة الدراسة الأهلية في العراق تكلف الطالب من 9,000 دولار أمريكي بالنسبة للكليات الإنسانية حتى 60,000 دولار أمريكي في كليات المجموعة الطبية للطالب الواحد،
إذ إن معدل استقبال الكلية الأهلية ما لا يقل عن 6000 طالب سنوياً، إذ يعني أن مدخلات أبسط كلية هي 16 مليون دولار أمريكي سنوياً. أغلب الطلبة في العراق غادروا مقاعدهم الدراسية بسبب أعباء التكاليف الدراسية، تاركين خلفهم أحلامهم على مقاعدهم الدراسية ليأتي أولاد الذوات وأبناء الباشوات لتحقيق ألقاب علمية دون أي تحصيل علمي صحيح. إحدى هذه الكليات الأهلية مثلاً تمنع الطلبة من أداء امتحاناتهم النهائية في حالة عدم التسديد الكامل للأقساط المجحفة. ولم تكتفي بذلك فقط، بل تقوم إدارة الجامعة بنشر أسماء الطلبة الفقراء الذين يتأخرون بتسديد أقساط دراساتهم، حتى أن أحد الطلبة ترك الدراسة بسبب تعرضه لإحراج حين أذاعت إدارة الكلية فقره أمام زملائه الطلبة، فالمسكين غادر مقعد دراسته في كلية الصيدلة ليعمل حمالاً في منطقة الشورج، ولم تأبه إدارة هذه الكلية الاستغلالية بشيء لأنها استقوت بالأيادي المحركة للعملية السياسية، فهي مملوكة لساسة كبار وتقوم بتوزيع نسب من أرباحها على الأحزاب الأخرى المنافسة لسد أفواههم. جاء في الزمان ولا يحتاج المراقب إلى جهد كبير ليتعرف على طبيعة السوق العراقية، وهي تعطي تصوراً عاماً عن سياسة الدولة وتوجهها الاقتصادي بصورة دقيقة، وفيما إذا كان يناسب مستلزمات التطور والأهداف وحاجة المواطن أم على العكس. ويخرج المراقب باستنتاج أن هذا التوجه ساعد في شيوع النزعة الاستهلاكية وإغراق السوق بالسلع الأجنبية على حساب السلع الوطنية التي لم تستطع منافستها لرخص ثمنها قياساً بكلفة المنتج المحلي، ناهيك عن ضعف مقاييس السيطرة النوعية الدقيقة بحسب الكاتب طالب سعدون في مقال له بصحيفة الزمان العراقية. قد أصبح العراق في غياب المعامل بما فيها العامة بعد الاحتلال وتدمير البنية التحتية والفوقية لها سوقاً استهلاكية لصالح الدول التي يتعامل معها، وأصبح التنافس على أشده بينها الدخول إليها، ودخلت دول من خلال صناعاتها لم نكن نتعامل معها، ولذلك يكون من مصلحتها أن يبقى العراق على هذه الحال بلا صناعة وإن لم تكن تعمل على ذلك مباشرة. كما تعطي السوق العراقية صورة أخرى، وهي أنه لم تكن الصناعة وحدها التي تراجعت في العراق، بل الزراعة أيضاً، فأصبح جل ما يأكله المواطن هو مستورد بعد أن كان يأكل من إنتاجه ويصدر الفائض. لذلك أصبح الاستنزاف المالي العام والخاص مركباً وسمة للنشاط الاقتصادي. إن النزعة الاستهلاكية وإن كانت تؤمن وظائف وحاجات آنية، لكن نسبتها قليلة جداً، ويمكن أن تكون النسبة أكبر لو توجهت الاستثمارات الخاصة إلى الصناعة، كما أنها لا تبني الاقتصاد السليم أو تخدم المواطن كذلك. طبعا يمكن أن نتعرف على مستوى الاقتصاد العراقي اليوم ونسبة الانتاج الصناعي والزراعي المحلي من حجم التبادل التجاري مع الدول التي يتعامل معها، فالكفة بلا شك تميل إلى صالح الدول الأخرى مقابل رقم ضئيل جدا لصالح العراق، ولذلك ترى التسابق المحمومة على السوق العراقية وتجارب الدول التي وصلت إلى مراحل مهمة في التطور والتقدم في الاقتصاد وعموم التجارب الديمقراطية تؤكد أن الصناعة هي عماد الاقتصاد وعماد سعادة مواطنيها وإنسانها، حيث بدون عمل ومعمل ليس هناك إنتاج أو تطور في أي بلد في الدنيا، ولذلك تهتم الدول بإنتاجها ليكون لها مكان متميز بين الدول في الاقتصاد وعلى مدال في العالم ودور مؤثر فيها. جاء في القدس العربي يتساءل الكاتب فيصل القاسم في صحيفة القدس العربي، هل حصل الطلاق النهائي بين أمريكا وإيران؟
صحيح أن أمريكا تحاول لأول مرة في تاريخها منع إيران من تصدير النفط الذي يشكل حوالي 44% من دخلها القومي، إلا أن إيران تتعرض للعقوبات الأمريكية والغربية حتى عموما منذ وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. وقد تعايشت إيران مع تلك العقوبات طوال تلك الفترة، لا بل إنها بنت قوتها العسكرية والنووية والاقتصادية حتى في ظل العقوبات، وقد نجحت في التغلغل بالمنطقة والاستحواذ على 4 عواصم عربية وهي تحت العقوبات. فماذا كانت ستفعل أكثر من ذلك يا ترى لو لم تكن محاصرة أمريكيا وغربيا بالضغوطات والعقوبات الاقتصادية؟ إما بسبب العزيمة الإيرانية، أو بالأحرى لأن أمريكا لا تريد أصلا تركيع إيران. والسؤال الأكثر أهمية ونحن نتحدث عن الضغوط الأمريكية على إيران، هل كانت أمريكا عازمة في يوم من الأيام على إسقاط النظام الإيراني أو إضعافه فعلاً؟ أم إن ما قدمته أمريكا لإيران على الأرض أكبر بكثير من تأثير العقوبات؟ قد يقول البعض إن الإدارة الأمريكية الحالية عازمة على تقليم أظافر العملاق الإيراني هذه المرة وتحريض الداخل على الملالي وإجهاض أحلامهم التوسعية وترويضهم، ويرى البعض أيضاً أن كل رئيس أمريكي يأتي بمشروع يختلف عن الذي سبقه، والمشروع ترامبي هذه المرة ذبح إيران، لكن الوقائع الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية تعارض هذا التحليل، فإيران اتفقت معها أو اختلفت ليست جمهورية موز، بل هي قوة إقليمية عظمى لها مشروعها الذي استطاعت أن تنقله عسكرياً ومذهبياً إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، ولا نرى أي مؤشرات على أن المشروع الإيراني في المنطقة سيتراجع أو سيضعف رغم كل الخزعبلات الأمريكية. والسؤال الآخر بحسب الكاتب، هل تصدقون أن أمريكا وإسرائيل تريدان فعلاً طرد إيران من سوريا مثلاً؟ من الذي سمح لها أصلاً بابتلاع العراق وسوريا ولبنان وتدخل في اليمن على حدود الحليفة العربية الأولى للأمريكان في المنطقة؟ ونقصد السعودية؟ أليس الأمريكيون أنفسهم حلفاء إيران على الأرض في اليمن مثلاً؟ بينما فشلت المليارات التي دفعتها السعودية في اليمن لدحر الحوثيين؟ هل تتصورون تماماً أن إسرائيل يمكن أن تقضي على ذراع إيران الأول في لبنان وهو حزب الله؟ إيران بالنسبة للدولة العميقة في أمريكا ذخر استراتيجي ومنافعه أكبر بكثير من أضراره. جاء في الشرق الأوسط مسلسل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز يذكرنا دائما بمسلسل الإنذارات التي كانت توجهها الصين إلى الولايات المتحدة في الستينات والتي تجاوز عددها المئات، لكن ذلك لن يغير شيئاً من الواقع المتأزم الذي يضع النظام الإيراني الآن أمام خيارين خانقين، إما الاندفاع في التصعيد ومحاولة تعطيل الملاحة في هرمز الذي تعبره نسبة 40% من احتياجات الطاقة بما قد يشل دوره الصناعي والدولي، وهو ما سيحشد العالم برمته تالياً إلى جانب الرئيس دونالد ترامب ويتسبب بحرب لا قدرة إيرانية عليها وهي تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة معطوفة على مصاعب إقليمية متصاعدة آخرها المحاولات الروسية الإسرائيلية. هذا المقال الكاتب راجح الخوري في صحيفة الشرق الأوسط. التروي والهدوء وتفضيل الكحل على العمى عبر الاستجابة لدعوة ترامب والعودة إلى التفاوض على اتفاق جديد وبشروطه 12 منها الانسحاب من سوريا ووقف دعم الميليشيات المسلحة وفي مقدمها حزب الله ووقف تدخلاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إضافة إلى البنود المتعلقة بالموضوع النووي. وسط كل هذه التطورات والتهديدات بإغلاق هرمز يستمر نوع من الجدال الداخلي المتوتر والمتناقض بين المسؤولين في طهران التي تدرك جيداً مدى الخيارات الخانقة التي باتت تواجهها، ليس بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تطبق عليها فحسب، بل بسبب عدم التوصل بين الإصلاحيين والمتشددين إلى تفاهم على طريقة مواجهة هذه الأزمة،
وخصوصا الآن بعدما أدرج ترامب الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. طبعا إن متابعة دقيقة لتطور المواقف الإيرانية يؤكد وجود تناقض ضمني تماما في الخيارات. صحيح أن الرئيس حسن روحاني كان قد لوح بقبول العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أوقفت الولايات المتحدة العقوبات واعتذرت من إيران، وأن محمد جواد ظريف كان قد لمح إلى إمكان قيام المفاوضات بعيدا عن الشروط والإملاءات. وصحيح أن طهران وجهت رسائل إلى جهات دولية وأمريكية حتى حول رغبتها في التفاوض، ولكن المتشددين يقفون بالمرصاد عندما يعتبرون الآن أن التفاوض في ظل الظروف الراهنة استسلاما محضا، ولن نرضخ لهذا الذل، بما يوحي أن أي عملية تفاوض ستتم تحت الشروط الأمريكية 12 التي تعيد إيران إلى حجمها الحقيقي. بعيدا عن السياسة، من حين إلى آخر سيدتي وسادتي قد تقرؤون أو تسمعون في الأخبار المنتشرة في العالم في عالم التواصل الاجتماعي بالتحديد عن كويكب قادم ليصدم الأرض خلال أيام أو شهور قليلة. دائما ما يكون هذا الخبر هو محاولة كاذبة للفت انتباه الجمهور، لكن خطر الأجسام التي تمر إلى جوار الأرض قائم بالفعل، ويبدو أن علماء الفضاء يعملون على وسائل لتفادي هذا الموضوع. قبل أيام قليلة مثلاً أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية إيسا مشاركتها لأول مرة في تغطية تمرين دولي يعقد كل سنتين من أجل فحص تأثير الكويكبات المحتمل سقوطها على كوكب الأرض، وتشارك في هذا المؤتمر وكالات دولية عدة لرفع قدرات العلماء على التنبؤ بالأخطار المقبلة. وفي هذا المؤتمر يجتمع خبراء الكويكبات من كل أنحاء العالم على مدى أسبوع كامل بهدف التعامل مع محاكاة لسيناريو كامل يتضمن اقتراب أحد الكويكبات الخافتة من الأرض. وأثناء التمرين يطلب من فريق العمل بناء النماذج الرياضية المناسبة وجمع أدق البيانات والتفاصيل الممكنة للخروج بأقرب احتمالات ممكنة للصواب، بجانب أدوار أخرى تتعلق بالنقاش السياسي وإجراءات الحماية المدنية في حال اقتراب الكارثة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.